اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام متابعي صفحه وقناه علم الزراعه. هذا الفيديو الجديد نتعلم اليوم اكثار نبات اليوكا. هذا النبات الجميل من اجمل النباتات التي تزرع للبيوت، فهو يحب الظل وينمو بشكل كبير وسهل في عمليه الرعايه والعنايه. سنقوم باكثار هذا النبات، ويمكن اكثار هذا النبات عن طريق الفسائل او البنيات الموجوده والتي تنمو على النبات كما نشاهد. هذه الفسائل أو البنيات يمكن فصلها عن النبات الأم وإكثارها، وبهذه الطريقة يمكن إكثار هذا النبات كما نشاهد. هذا العدد الكبير من هذه البنيات، فكل واحدة منها تعتبر نبات بشكل كامل. تابع معنا هذه الطريقة كي الكل يستفيد وتعم الفائدة. وبعد فصل الخلفات أو البنيات عن النبات الأم أصبحت بهذا الشكل. قمنا في البداية بنزع الأوراق السفلية من هذه الخلفات وأصبحت بهذا الشكل. الآن سنقوم بغرسها داخل الإصيص المناسب لهذا الحجم، ولكن قبل عملية البدء بذلك نقوم بتفقد أسفل هذا الإصيص وأن الثقوب تم ثقبها بشكل جيد في أسفل الإصيص للتخلص من المياه ولا يسبب ذلك تعفن للنبات. بعد ذلك نقوم بوضع تربة البيتموس، هذه التربة الزراعية السحرية الرائعة، في أسفل هذا الإصيص كما ترون. نقوم تقريبا بملء نصف هذا الإصيص حتى تكون العملية متزنة متوازنة بشكل جيد ويلائم هذا الحجم من هذا النبات أو هذه الخلفة. بعد الانتهاء من عملية ملء الإصيص نقوم الآن بعملية الغرس. ممكن أن نستخدم هرمون الأوكسين أو هرمون التجذير للإسراع من عملية نمو الجذور وتكون خلفات جديدة من أجل إكثار هذا النبات. وفي النهاية نقوم بري هذا النبات بكمية مناسبة من المياه وتركه والمحافظة على المياه تقريبا لمدة شهر أو شهرين حتى تثبت الجذور ويكون جذور جديدة وخلفات جديدة. هذا كل ما لدينا في موضوع هذا اليوم.